السلام عليكم احمد وشوق اكس بونج مقطع جديد. اول شيء كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ومعيدين وفايزين والغنمين والسالمين. هذا واحد. رقم اثنين، مقطع اليوم انا ادري انك داخل تبغى الزبده، فانا بعطيك الزبده الان. ركز معي. اول شيء عشان نبدا مع بعض زي الحلاوه، اذا انت سوني انا اقول والله اني انا اعتذر، المقطع هذا ما راح يفيدك. بتقول ليش يا ابو بونج؟ بقول لك الان ليش. هذا المقطع عبارة عن برنامج تحمله وتنزل. أول شيء والله العظيم هذا مو بإعلان، هذه فائدة جتني وأبغى أفيدكم معاي، وجايب لكم برضو هدية، مو فقط فائدة فقط. هذا برنامج تحمله، إذا حملته تسوي تعديلات بسيطة وبيجيك بينج يحب قلبك. بنشوف مع بعض. بينجي طالع قدامكم على الشاشة. طيب 60 يعتبر بينج كويس، لكن هذا مو بالبينج اللي تستاهله، المفروض انك تاخذ بينج اقل من هذا. الان بسوي لكم تجربة، كيف تعرف بينجك وهمي ولا بينجك صدقي؟ هذه تجربة فعلية يمديك تجربها حتى وانت تلعب. ركز معي الان، ابن بناية طويلة زي كذا او طالع فوق، ابيك تنزل وتشوف. الان بينجي 60، هذا حد البينج 60، اوكي؟ هذا بدون برنامج، فقط البنك نفس ما هو، ونفس ما هو بعندي نفس ما هو بعندك. بنسوي تجربة الآن حق البرنامج وبنشوف. طيب الآن عندنا الموقع طالع أمامنا، هذا الموقع هو اللي من خلاله أنت راح تتحكم ببنك. بنشوف مع بعض كيف بيصير الموضوع، بسيطة جدا ما يحتاج أي فلسفة. تدخل الموقع وتسوي ريجستر، تسوي لك حساب وتنشئه، وبعد ما تنشئه بنكمل الإجراءات الباقية. اول ما تسوي ريجستر او انشاء حساب راح يجيك رساله تقول لك اكد الايميل، تروح تاكد الايميل وترجع وما عاد يبغى لك اي شيء غير التحميل فقط. طبعا زي ما هو طالع قدامكم الان، تروح هنا تضغط داونلود بيتحمل عندك زي تحميل اي برنامج ثاني، بيجيك تحت تسوي له تحميل. بعد ما تحمله بيقول لك دخل ايميل والباسورد، كل اللي عليك تدخل الايميل والباس حقك اللي انت سجلته قبل شوي. طيب كذا البرنامج شغال عندك، لازم الان تحط ببالك كذا شيء. الشيء الاول تاكد ان هذه شغاله باحمر، تمام. بعدين ابغاك تروح لهنا عند الجيم، اذا وصلت عند الجيم تكتب بالبحث فورتنايت، تضغط على فورتنايت، بعدين تروح معاي على هذا المكان تخليه اوتوماتيك يحدد لك السيرفر بالضبط، وبعدها تحط على كلمه ابلاي. بعد ما تضغط ابلاي فورتنايت شغال عندك باللون الاحمر زي ما انت شايف. اطلع من البرنامج وشغل فورتنايت. بعد كل مره تشغل جهازك سوي نفس الحركه، ندخل كرييتيف، ندخل العالم. طيب زي ما انتم شايفين البنج الان امامكم طالع قدامكم 36. ابغى اسوي ستارت، لا تحكم على بنك لين ما ينزل. طبعا هذه بتفيدكم بشكل غير طبيعي، اللي نت اس تي سي وواجه بنك مرتفع يسوي الحركه هذه ويجي يدعي لي. ابغى اطلع فوق عشان اسوي لكم اختبار البنك اللي سويته قبل شوي. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك يا رحمن. اي بقى احبه هنا. انا ادري ان في بعضكم يلعب سوني وما هي راضيه معه تضبط الحركه، فاذا انت تلعب سوني وتواجه مشكله من شركه الاتصالات نفسها حقتكم البنك عندك مرتفع، الله يعينك يا صاحبي. لكن تنويه بسيط، الحركه هذه للناس اللي تواجه مشكله في البنك في الكرييتيف، لكن في البابليك ما تنفع نهائيا. تقدر تلعب بنكك الطبيعي اللي المفروض انك تاخذه في الكرييتيف، والبابليك الله يعينك تحمل انت وبنكك اللي المفروض تاخذه. فعشان كذا اذا انت انسان بنكك مرتفع مع ان المفروض انه يكون اقل، كل اللي عليك تسوي الحركه وامورك طيبه. البنك 37 زي ما انتم شايفين. طبعا البرنامج هذا اللي تحملت ترى تجربته 3 أيام مجانا بدون ما تدفع ولا ريال. بنقي 33 الان وانا ما دفعت فيها ولا قرش، لكن بعد 3 أيام بتصير تشترك بمبلغ بسيط جدا، اتوقع 6 دولار 5 دولار ما ادري كم. وايضا راح اطلع لكم الان كود تخفيض طالع قدامكم، جبته لكم مو بحقي والله العظيم، لكن ان شاء الله انه يفيدكم، بيخفض لكم 20% اذا حاب تشترك واذا الوضع ناسبك. في بعضكم يمكن ما يضبط معاه، لكن الاغلب راح يضبط. كل اللي جربوها وحتى العيال اللي انا العب معهم ناصر زياد سعد، كل العيال ضبطت معهم 100%، حركه مضمونه ومضبوطه ومجربه، مضبوطه ومجربه. بس ما بطول المقطع اليوم، كل عام وانتم بخير مره ثانيه، اتمنى المقطع ان اعجبكم وفادكم، اذا ما فادك يعني تعرف احد من اخوياك وده عنده يمكن يفيده. شكرا لكم، الله يسعدكم، ونشوفكم ان شاء الله بمقطع اخر. تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. بقى في شيء ثاني؟ نشوفكم ان شاء الله بعد العيد.